حسين هوب 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 هوب. هاي مو مي يا بنت، لسا اخذت ايدك ونزلتي لي شرب شرب. شو ها؟ كيف يعني؟ ليش هذا مو عصير ما؟ مانك مستطعمة باللي عم تشربيه؟ هذا كحول. لا والله ما حسيت. كم كاسة صرت شربانة لحد هلا؟ شربت شربت تنتين. برافو زينو، برافو زينو، برافو زينو، برافو برافو. معلم جيب لنا واحد قهوة دبل على السريع بمعيته. إذا ما في جيب لنا صودا. زينو زينو يا قلبي اهدي. بفهم من حكيك إنه أنا هلا سكرت؟ إيه سكرت. برافو 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 برافو. بدي أقول لك شيء، وأنا صار لي ساعة أقول لحالي ليش هالرمانات كتير مرين كتير كتير. لا أنت عقلك ما عاد معك أبدا، ضيعتي. ولي رح أوقع رح أوقع. تمام زينو تمام تمام اهدي. شبكي يا بنت خلاص. وين اختفيت أنت مرة تانية؟ ليكني أنا هون. ليك إذا مليت فيك تروح، يعني ما في داعي تضل لأني حبيبتك. ما بدي اياك تمل ويتعكر مزاجك بس لأنه نحن منحبك. يعني نحن حبيبين؟ مالنا هيك؟ بس أنا موافق. معناته بدي اسمعه منك. أنت حبيبتي. هيك ها؟ زينو خلصنا بقى زينو. ليك لابقين لبعض ما؟ عم بحكي معك جاوبني. زينو لا تسأليني هذا السؤال إلي، ما رح جاوبك. لا تدخليني رجاء. لك احكي، عم اسألك لابقين لبعضهم؟ زينو أنا ما دخلني، سكرت مني سكرته خلص بقى. تمام قول إنه لابقين لبعضهم عادي. بدك قول؟ ايه لابقين. زينو زينو ليكي خدي نفس وحاولي إنك ما تستفرغي. ايه عرب ايه؟ خد شربها لزينو خليها تصحى. شكرا 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 زينو سخنة. ايه خلص فهمنا. زينو روح انت رقص. طيب بس اشربي شفي هلأ بروح. انا منيحة يلا يلا يلا. طيب يلا شربي 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 شوي وانا بروح. شربي ايه هيك تمام شربي يلا حطيها على الطاولة مشان ما يوقع. انا منيحة روح. تمام رايح يلا. على لا بدك تبصر لك بالفنجان؟ لا مو لهالدرجة، بدك تبصر لي؟ ايه بعرف شوي. طلعي، مثلا مبين عندك طريق مسدود وانت حابسة حالك بهالطريق. ايه؟ ايه لحتى تطلعي من هذا الطريق المسدود لازم تساعدي حالك كمان. يعني طلعي حالك من هذا الطريق زينة. يعني ما ضل طريق تاني إليك. طلعي، علي كمان كفى حياته. انت بتعرف كمان ما؟ انا بعرف شوي بس مبين من وشك هذا الشيء. زينو بالحقيقة انا اللي بدي اقوله، اذا كنت بحاجة لمساعدة بهذا الطريق انا مستعد ساعدك بكل حب. ما بدي. ألقي شو رأيك نرقص؟ يلا يوفقك خدي منه الشي. يلا خدي يلا يلا. شو كان عم يحكي معي؟ ما دخلك. نرقص أنا وياكي؟ لا ما بدي أرقص. تمام أنا قلت هيك مشان ما تملي لحالك. أنا مليت أصلاً. تمام خلينا نمل سوا لك. ليك جاكري أنا هلأ بالغلط رح ضايقك وأزعجك، وأنا مو حابة أني أعمل معك هيك أبداً، لهيك أنا حابة أني ضل لحالي، تركني بحالي. تمام تمام. كأنه هيدي اللي عم تعمله بحقيقة قلقي ما؟ صدقيني ماني مركز معك.
دبري أمورك لحالك. انتي كمان من نفس الجنس تبعي. قد ما كانوا إلجي وجاكري رفقاتي، بس المهم جيرلز باور، يعني قوات البنات يا روحي. شبكي كأنه ما فهمتي؟ ماني غبية لهالدرجة بالإنجليزي، فهمتي ولا؟ شو بدك تقولي؟ بقي هالبحصة. مو انتي وجمرة كنتوا عم تعملوا منافسة؟ يعني عملتوا منافسة وصارت هالقصة، والشباب كانوا هني سبب هي القصة طبعاً. يعني بطبيعة الحال بهداك الوقت هن طبعاً ما بعرف اختاروكي. ايه شو؟ يعني بعد ما تسكرت هالقصة هدول الاثنين لساتوا اللاحقين هالرهن، وهم يقولوا الأحسن رح يفوز. لا تقولي لو اني ما حكيت كان أحسن. الأحسن رح يفوز ما؟ بتشوفوا حسابكم بعدين، أنا بورجيكم. صباح الخير، شو فقتي؟ شوفي، ليش عم تتصل من الصبح؟ زينو، يلا قومي بدنا نروح. فهمني من وين جايب كل هالنشاطات؟ يلا يا بنتي خلصيني. يعني لأيمتى ناوية تضلي نايمة انتي؟ طيب فهمت، يلا قايمة. بس بالأول جاوبني قبل ما أقوم، من وين جايب كل هالنشاط؟ لحظة خليكي معي دقيقة واحدة. ألو ألو، شو هالقرف هذا؟ ولا انت معي؟ عرب على مهلك، استنى. عرب زينه هون. وين هون يعني؟ ما هنا على الخط، وين رح تكون؟ شيلك منه، هاد بينام مثل الدب. لك شو عم يصير من الصباح؟ استنى لقلك شو صاير. انا بدي اسألكم شي، عم تسمعوني؟ الو. لك لا تعيط لا تعيط، عم نسمع. نحن رح نكفي بهي المدرسة هلا؟ زينو عم تسمعيني؟ ايه. لك زينو على شو ايه؟ يعني انك عم تسمعيني او هذا جواب على سؤالي؟ اوف علي، انت اختار الجواب اللي بدك اياه. انا هلا مو عرفان اذا الهروب يعني شي مناسب. هروب لوينو؟ عدل شو لك اخي؟ عدل شو؟ لك قديش الساعة هلا؟ شو هالأسئلة الغريبة من الصبح؟ والله ما عم أفهم عليه. أخي مالنا نظاميين بهالمدرسة، بلكي حاسبونا على هالشي. أخي نحن خسرنا رفيقنا، مين بده يحاسبنا وليش بده يحاسبنا؟ بعدين حساب شو هاد؟ أنا ما عم بفهم. نحن اللي لازم نحاسب حالنا عرب. هن على أخذوا منا وصى يا أب. نحن قلنا دين عليهم، هن نخلونا نفوت على هالمدرسة وممكن نتخرج منها كمان يا أفندي إذا اشتغلنا على حالنا. بس إذا ما اشتغلنا فشو بنعمل؟ وقتها بتكون العدالة تحققت. زينو ليه ساكتة؟ لأني مصدومة. عرب أول مرة بحياته بيحكي شي صح. رح نكمل من محل ما وقفنا؟ تماما. ايه بالضبط. تمام، معناته اسمعوني شو رح نعمل. اتنيناتكم روحوا سوا على المدرسة، وأنا عندي شغلة صغيرة وبس خلصها رح اجي لعندكم. يلا انا رح سكر، بشوفكم. الو زينو. سكر انا كمان. شو ناطر سكر؟ ايه يلا. يا سلام، شو ها؟ لك جاكري بيك، شو عم تعمل حضرتك هون؟ خوفتني. شو احكي بسرعة، شو عم تعمل عندك؟ جيت شوف زينو. وشو السبب؟
السبب؟ ما في سبب، السبب زين. ها بالله عن جد؟ شو انت شكلك متقل بالقهوة من الصبح مو هيك؟ ايه ممكن. شو هالجرأة؟ ممكن ايه؟ ممكن ايه؟ ايه ممكن. انت شو عم تعمل هون؟ جاوب او لا؟ جيت لحتى شوفك. ما كنت رح تشوفني بالمدرسة أساسا؟ سؤال حلو، جاوب لشوف. لا با، فكرت إنه نروح على المدرسة سوا. السبب؟ ها ها، وأنا سألته نفس السؤال بس حضرته ما جاوب. يلا لشوف جاوب أو لا. يلا يلا. ولا شي، يعني كنت مارر من هون، قلت لحالي بجي ومنروح سوا. امشي لأنه ما بتعرف شو رح أعمل فيك إذا ضليت وقت. نزل إيدك بلا خلاص. اسكت ولا منيح، طلع معنا لكم. تفضلي يا خانم، ارجعي لورا. قلت لها بترجع لورا؟ من كل عقلك مفكر رح تطلع ورا؟ انت رح تركب ورا. انا مستحيل اركب ورا. انا مستحيل اركب ورا. اطلع ورا اطلع. شو كيف المزاج زينو خانو؟ لك تطلع قدامك. عفوا، حاجة تقر وتطلع قدامك. عرب شو عم تقول؟ أنا ما عم بسمع. عم تقلك إنك ماشي على الأقل من مهلة، اسرع لك شوي لأنه بتمل هيك الكراميلا. آه لكن رح دوس رح دوس. يلا دوس جاكري دوس. دورو جاكري، ذكرنا اخر الدوام مشان نشتري لك بسكليت. ايه بصير، والله كتير مروق. اذا كنت حابب كمان باخذك مشوار لعيونك. نسيت شنطتي. شكرا. رح رد على التليفون وارجع. ايه على فكره بهنيكي زينو، كسرتي خطوطك الحمراء ولقيتي طريقك. شو عم اقول؟ عم تعملي صح ومن جهه تانية غلط. يعني قصدي الحياه قصيره. حلو انت عم تحاولي تعيشيها وما في مشكله بهذا الشيء، بس المشكله عندك هي اختياراتك. هيك قلتك؟ يعني جاكري شاب منيح بس بيضل جاكري. يعني كمان هو عنده شيء مكسور جواته، بس الجرح اللي جواته أعمى من اللي عندك، وأثناء هاي الفترة أنت بحاجة لطبيب مختص. وين موجود هالمختص؟ ليك واقف قدام عيونك. تمام، سجلتها. إذا احتجت لشي الموضوع ببالي. حلو، إذا خطرت عبالك أنا موجود. ما عندك أي فرصة يا برو. رح نشوف. شو عم يصير معك؟ شو بده يصير؟ شكله اشتاق لقتلات. عادي لك ابني، الولد اتخذ أبوه على الحبس من قدام عيونه، بيكون معصب بالنهاية. يلا منعطيه فرصة. حالته مكركبة مثل كل مرة. لا تهتموا، خلونا نمشي. مارك تعال خلينا نحكي. أنا بدي جيب شاي، حدا بده شي؟ عادي دورو أنا بروح بجيب، معلش لا تعذبي حالك. عرب بتقدر تجيب لي معك قهوة؟ ايه وأنا جيب لي بطريقك. وأنا مي صودا كولا. ايه شبكم؟ كل هذا بدكم؟ يعني عفوا، مفكرين حالكم قاعدين بمطعم يعني؟ أنا بروح بجيبن معك. لا دورو القصة مو هيك، أنا بحلها.
انت ما تاكلي هم، عادي. اخي علي تعال شوي، تعال حاكيني كلمتين. علي حط لي شي 150 بجيبتي. شو يعني؟ ما معك وكيل عن حظي. خلصنا عرب، انا بروح بجيبهم وبرجع. زينة تعالي ساعديني. يلا يلا خلص، ما زالك مصرة؟ هالمرة رح أقبلها منك، بس أنا بجيب المرة الجاية. حاضر. يا بنات بدكن شي مساعدة؟ أنت عود، أنا بحل القصة. شكرا. وزينو مبينة مو معبرتكن كتير، ما وقعت بفخكن أبدا صح؟ فخ شو؟ ما فهمت. أنت خلطتي بيني وبين بارك. رح يضل موقف لبين ما يجي موعد المحكمة، وبعد منها رح يتحاكم. عرب قداشك بتفهم بأمور الحقوق؟ لازم تصير محامي. جمرة شكرا حبيبتي. لو خد علي انتبهت كبة. ايه شو؟ امسكي هذا لألي. هاتا وتعالي عديهم. تمام. دارو عطيني أني انتلم خذية. لك شو عم تعملي يا زينو؟ وقفي لا تتحركي، رح تنقطع الاسوارة. لك رح تنقطع الاسوارة. وقفي لك حاش تتحركي. أي شعري كتير وجعني. أنا ما كنت عم قلك لا تتحركي. أي وجعني شعري، شو عامل لك يعني؟ هي الإسوارة أغلى من شعرك. أي أنا بعطيكي حق زينو، ما بدك الهاد. إذا بتضلي تشتغلي كل عمرك ما بتقدري تدفعي لي حقها. هي بتكون ذكرى من وفا أخذوها من البنت اللي بيحبها. أنا آسفة زين، ما كنت بعرف. إذا بدك أنا بصلح لك إياها. زين أعطيني إياها أنا بصلح وراح زبطها. قديش حلو هيك، كل واحد من بيناتكن عنده ذكرى من وفا. إيه وأنا عندي هاد كمان من المرحوم. علي عنده ساعة كمان. شو صلحتها للساعة علي؟ ايه صلحتها بس رجعت وقفت كأنه. اشلحها لشوفها. يلا دقيقة انتبه عليها. لك شبنا يا ممكن انا اشوفها كمان؟ ايه طبعا دقيقة بس خدي. جمرة شبك؟ منيحة منيحة، بس اني المس ذكرى بتخصها لوفا شعوري كتير بشع مو اكتر. بالمناسبة انا بعرف نصلح ساعات كتير شاطر. لا ما بدي حسبك. انا مصرة لو سمحت رح رجع لك اياها احسن من الاول. جمرة خلص اتركيها، بلكي هن حابين تضل هيك. انت شو دخلك هزال؟ شو دخلك؟ ليش شو قلت انا هلا؟ اعملي اللي بدك اياه. رح اخدها وبكره بجيبها معي. جمرة اذا انا بصلحها بيكون احسن، اتفقنا؟ طيب مثل ما بدك. شو هاد؟ شو هاد؟ جايين تقطفوا ورد ولا تلعبوا رياضة؟ عم تمشوا على فكرة؟ اركضوا اركضوا! استاذ كيف الواحد بده يركض وهو عم يركض؟ اطلعوا قدامنا بس اسبوع واحد، خلوني اذكركم. يلا يلا ها؟ علي استاذ اوندار؟ كنتوا ما تجوا تتعذبوا، هاي مو رياضة. يلا انضموا لهم. يلا 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 رح كون ناطركم بآخر الأسبوع لحتى تكونوا معنا. رح نجي أستاذ، ما في داعي تعذب حالك بالعزيمة، بعدين بيكونوا ايه؟ رفقاتنا اشتاقولنا أستاذ، مو هيك قلقين؟ تماما نعمل هيك بنعملها. شوفي جمرة أستاذ أنا كتير حاسة حرارتي ارتفعت وتعبت شوي. ايه ارتاحي شوي. شكرا. واشربي مي. يلا
شبك يا؟ شبال بنت. ايوه دخيله روميو، دخيله الحبيب انا. ليك عرب انا رح روح لعنده وانت غطي علي. إيه؟ لا يلا اركض اركض لشوف يلا. يلا. شو بدي يقول؟ حدا شافه لبارك شي؟ ها؟ جمرة؟ أنتِ منيحة؟ لما اختفيتي هيك فجأة خفت يكون صاير معك شيء؟ لا منيحة أنا، بس حسيت حالي تعبت شوي لأنه ركضنا كثير وهيك. إيه وأنا كمان هلكت كثير، وكأني وأنا جاية على الطريق سمعت صوت قوي طلع من هذا الممر، ولا عم بتوهم؟ لا أنا ما سمعت شيء، يمكن عم تتوهم. معناها أكيد أنا عم أتوهم. بتعرفي مبارح بعد الحفلة كان الجو عادي، مو مثل الحفلة أبداً، بس كتير انبسطنا ما هيك؟ إيه كانت كتير حلوة، خلينا نعمل واحدة مثلها. إيه بيصير وليش لا؟ أنا رايحة غير تيابي، مو ضال الشي ليخلص الدرس أساس. ماشي حبيبتي بشوفك. بشوف. باي. جمرة؟ علي؟ خفت عليك كتير، قلت بشك شوفي. انت منيحة؟ منيحة؟ كتير منيحة. تمام ليكي، انا رح اخذ غراضي هلأ وخلينا نعمل شي بعدها. ايه شو رأيك؟ جمرة فيكي شي؟ ليكي بارك، ليكون بارك عم يزعجك بشي؟ لا أنا منيحة وأكثر من ما بتتخيل. هلا اقتنعت ولا شو؟ هلا اقتنعت. يلا بشوفك. بشوفك بعد شوي.
اسمعوني لإلكن، أنا بدي أجوب بدقيقة على هاي الأسئلة وتحفظوهم بتركيز، لأنه هدول الأسئلة رح يخلوكن تدخلوا على الفرع اللي بتحبوه بالجامعة. ركزوا عليهن منيح. تعرفي أنسي، إذا سألتيني يا رح أختار شي صعب يا أما رح أختار أسهل شي. والله وأنا يا رح كون جندي بالجيش يا رح كون نايم بالبيت. وأنا يا رح كون رسامة محترفة يا أما رسامة على حيطان البيت. إذا كنتي بحاجة لمساعدة خبريني، أنا بحملك على ظهري بكل حب. أوه وصلنا ياها. إيه خلاص خلصنا مزح بقى، الكل يطلع بالورقة اللي قدامه ويلتزم الأدب. يلا أول شي لازم تكسبي احترام لحالك لحتى تقدري ترميلي دراعي. هذا مانو حب يا هازال، هذا المعنى الحقيقي لكلمة قتل الحب. حبي حالك بالأول. أنت كنت بحاجة هذا الكرت الميموري صح؟ بس منيح أني ما ماتت أنا، لأني ما كنت الوحيد اللي رح يموت. كنت رح تموت معي من وراء عذاب ضميرك. كان بدك إياه وصار إلك هلأ. أنت دايما كنت صديق منيح، أنا اللي كنت ما بستاهلك. آسف. علي أستاذ. ابني ليك هلأ ما تعمل شي وتخاف وتقلق، بس أنا بظن أمك صار معها حادث صغير بالبيت. أنا اتصلت بأمك وردت قدر، فقالت لي إنه وقعت الفازة على رأسها. علي قلي مغراتكم، خلونا نلتقي على الباب مشان نروح بسيارتي. ماشي تمام استاذ، بس وانت عجل كمان. يلا يلا شباب، البسكليتات هنيك. وكيف صار وضعها هلأ؟ استفرغت شي؟ طيب ليش ما أخذتوا على الدكتور بما أنكن معه؟ طيب تمام تمام تمام، جايين نحنا يلا على الطريق. رح تكون منيحة ما تقلق. علي تمام اهدى شوي، يعني أنت بهالحالة عم توترنا. يعني شو بتحبي يعمل؟ يضحك مثلا؟ يكفي يا أولاد، شو عم يصير معكن؟ خالتي داريا ليش راحت لحتى تشوف عمي كنان؟ ما فهمت شو السبب يعني؟ لأنه عصبت كتير من كنان، لأنه عم يركض ورا ساعة عثمان. لك أخي أنت ليش ما عم تحكي لنا شي أبدا؟ عن جد أخي بلال أنت ليش عم تلعب هيك من ورا ظهرنا؟ تركي له بلال، واصلي معه لهون. واصلي معي لهون والله. عثمان قال بده يشوف كنان، وكنان قال له جيب الساعة، طلعت براسها المسكين. مسكين؟ هذا مسكين؟ مسكين؟ ايه صح مسكين، القط بياكل عشا جوهرة وما حدا عرفان قيمتها. لك انا مليت من حكيكم عني بهالطريقة هي، والله واصل معي لهون. اخي علي عثمان اصر على قصة الزيارة، انا شو كان فيني ساوي قلي؟ واليوم الصبح حلكني لأعطيه الساعة، من شان هيك كان بده الساعة. يعني شو فيها هي الساعة لحتى لهالدرجة ملاحقينا؟ شو فيها يا ترى؟ وانا كمان ما فهمت شو فيها هالساعة يعني. علي ممكن تعطيني اياها لألقي نظرة؟ جمرة كأنه فجأة صرتي تهتمي بالساعات، من الصبح نازلة الساعة والساعة. لا أكيد ما لهيك القصة، بس أنا عندي اهتمامات بالساعات وبفهم فيها. جمرة أنت منيحة؟ في شي مشكلة؟ لأنه إيدك عم ترجف شوي. منيحة أنا منيحة، بس لما صار هيك مع خالتي داريا كتير توترت ولسه ما تخطيت القصة يعني. بسيطة الكون شغلة؟
اقسم بالله هاي الساعه فيها شيء مهم، فيها سر، ولا ليش كل العالم حواليها وبدهم اياها؟ فكروا فيها يعني لهون شو بس. لهون وبس يا بنت، انا عم اقول لك واثق انه فيها شيء، يا جهاز تسجيل يا كاميرا اعطيني اياها لشو. ايه ممكن يكون فيها شيء. لا مستحيل هالشيء. ليش عم تضحكي؟ هيك قصص بتصير بالمسلسلات. خليني لكم شيء، فكوها ولا نشوف شو في. امي حلت كل القضيه بثلاث ثواني. ليه لا تضحكي يا بنت، عمى واضح انه فيها سر. علي فكها لشوف، يلا فكوها يلا. ايه شو رح يصير؟ رح ننفلج باللي جواتها؟ خالتي ليكي يعني اذا بدك نفكها منفكها. جمرة انت فهمتي شيء ولا ناخدها عند مصلي؟ لا هي الساعة موديلة سهل التعامل معه، فبس بدي شوية وقت لحتى اعرف شو فيها. جمرة انت عن جد بتفهمي بالساعة؟ صار لك من الصبح عم تلولحي فيها على الفاضي لهالساعة. اعطيني اياها لهون. ثواني رح زبطها هلا. اعطيني رح زبطها. عم قلك لك شو هاد اللي عملتوه؟ برافو عليكم، انبسطتوا هيك انتو الجوز؟ انا اسفة كتير، عن جد صار هيك بالغلط. يا بنت قليلي انت غبية شي؟ زينو خلص اهدي تمام؟ انكسرت؟ اغا خليني اخذها عند مصلح الساعات، والله بدقيقتين بيصلح. خلص انا بصلح. علي اذا بدك انا بقدر حل قصة. لا ما في داعي، خلص انا بحلها. انكسرت شي؟ جرب من هون، ليك اضغط هذا الزر. ليك بتوقع اشتغلت معي؟ شو مشي حالها؟ قلي. لقيتها 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 لقيتها. مسك خد. انكشفي هذا. أنا سجلت كل شيء. سجلت كل شيء هلا. Paris telaşım saydam yaralarımla senden saklanmadım yol arkadaşım şimdi yollar daralır çıkmaz sokaklarında tutma bırak içinde kalmayım. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.